بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور إبراهيم الحجيفي من الجمهورية اليمنية، أخصائي أمراض القلب والباطنة. المؤتمر ده جمع كل الأطباء من جميع أنحاء العالم، والحاجة الحلوة فيه إن هو الاطلاع على كل جديد في مجال الطب وفي مجال القسطرة القلبية وأمراض شرايين القلب. والأجمل في ذلك هو اجتماع جميع أطباء الإقليم أو العالم في تحت سقف واحد من أجل نشر المعرفة والعلم، وهذا بدوره يؤدي إلى 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 التطوير في مجال طب القلب بشكل عام. شكراً.